والبادئ تنجي وتنحطها هنايا في أي بلاصة عندكم خاوية. من بعد أنا تنزينها بالقرقع اللي عندي، تنحط القرقع هنا، ومن بعد هما منين تيبردو تتنقيو ليهم داك الجوايه بالموس. منين تتبرد في الروم تمبراتير برر، ما تحطوهاش في الثلاجة، ان الثلاجة تتعطيها واحد اللون غير اللون هكا. دونك مي تتحيدوا لها داك الشيء ديالها. دونك بقاو معايا مع الفاصل. سوري وسهلا بكل الحبايب. ويلكم اول ماي جود فريند، بونجور ا توس، اولا تودوس. واليوم بغيت نقدم لكم واحد النوع ديال الحلوه اللي تنقولوا لها لي بونبون، تتكون سهله المكونات ديالها، فيري ايزي، فيري سامبل، فيري ايزي، اند يو نو ما تحتاجوش طيبوها اولا ديروها، فيري سهله بزاف. دونك كيما تتعرفوني انا خديت الكوكيز ديال المغرب، الكوكيز مراكن. انا شريتهم من عند ستانوي، مع عند خونا الطنجاوي اللي تتعرفوه في ستانوي موجود. دونك الا بغيتو تشريو الهرنيس راه كاينه في لي سوبر مارشي، ولكن هي ديفيرون، ولكن بحال نفس الشيء ديال الشاي. دونك هادي انا تنشدها تنهرمشها وتتخرج ليا بحال هكا في الماشين بريسيس. الماشين بريسيس هي اللي طحنتها باش ولات ليا بحال هكا. دونك انا درت اللوز، عندي اللوز هنا وعندي الكاشو. دونك هادو اللي درتهم اللي عندي، ممكن لكم ديروهم بالنات، ديفرنت نات، غير ما ديروش القرقع شي شويه، هو تطلق الزيوتات بزاف. دونك حاولوا ديروا شي النات اللي هي الفواكه الجافه، تكون شويه ناشفه اللي ما فيهاش الزيوتات، بحال الكاوكاو او شي حاجه بحال هكا اللي تصلح ديروا فيها هاد مع هاد الحلوه ديال لي بونبون دو شوكولا. دونك حنا انا شديتهم حتى هما وطحنتهم كما تشوفوا، ها هو ماشي تسلقوه اولا ديروا ليه، غير تطحنوه ديريكتومون وتتهرمشوه في لا ماشين الفود بريسيس بحال هكا وتديروا ليه بحال. دونك ها هو ولا هنايا. دونك انا تنحتاج جوج الانواع ديال الشوكولا. درت النوع ديال الابيض، ها هو كما تشوفوا ابيض، نوع الشوكولات لو شوكولا بلون، لو شوكولا بلون. دونك انا درت لو شوكولا نواخ. دونك نواخ درتو اكثر من لو بلون. دونك انا غادي تبعوا معايا وانا غادي نوريكم الطريقه كيفاش ندير. دونك تنحتاج فيها شويه ديال الماء الزهر غير باش منين نكون تنحببها ندير فيها. دونك التزيين تنحتاج القرقع، وانتم غتبعوا معايا، وتنحتاج واحد تيك دو سويت لون،
يعني milk the sweetened milk the thick one يعني الحليب النسلي، لهذا هما اللي عندنا في كاينين بزاف ديال الماركات ديال الحليب نيسلي. دونك انا هذه اللي عندنا موجوده هنايا، دونك انا خديت هذه. دونك انتم تعرفوا الحليب نيسلي اللي هو الحليب اللي هو تقيل اللي غادي نصلح فيها الحلوه هذه. دونك بقاو معايا وانا غادي نوريكم كيفاش نستعملها. هلو ايفريوان، مس الخير عليكم واهلا وسهلا. دابا انا غادي نحط فيها لي بسكوي اللون. دونك غادي نحط شويه هنا وغادي نحط الهرنيز المهرمش حتى هو، وغادي نخلي هادو على الجانب. هي فيري فيري ايزي، يعني ما فيهاش شي حاجه فيري ديفيكولت. دونك بقاو معايا، انا تنجي وتنحط الحليب نيسلي. تندير هذا الغراف كله ديال الحليب نيسلي، انا طبيعة الحال لي بسكويت في هذا العدد هذا درت ديال 2 بسكويت كما قلت لكم ديال هيرنيس اللي عندنا، درت 2 باكيجز يعني ديال لي بسكوي. ومن بعد تنبقى نخلط. ونشوف ان هي خاصها تجي شويه قاصحه ثقيله يعني معقده باش تعرف تقدر تكور ليا. وبقاو معايا. دونك انا عندي هنايا تتشوفوها كي تجي، دونك غادي نزيدها شويه ديال الناط والهيرنيس. الناط اللي طبيعه الحال درت انا اليوم اللوز ودرت الكاشو، يعني درت آمنت كاشو هنايا. وتنبقى نخلط تنجمع ليا مزيان، تنجمعها. وبقاو معايا. اهلا وسهلا فيكم، ويلكم باك. دونك انا معايا المزهر كما قلت لكم ودرته في هذا الطويصه بحال هكا. دونك انا تنحطو في بحال هكا في يدي، تنحطو بيدي وتندهنو بيدي ذاتي بحال هكا. دونك وانا من بعد تلوي هذه بحال شي ميتبو داك الكفته المدوره، تدوريها باليديده ديالك وتديري ليها بحال هكا، تتحاولي ديري ليها بحال هكا. دونك انا تنحطها في الباين ماريا في الحمام ماريا. دونك حمام مريم. دونك كما تشوفوا فيا ها هو الشكل ذوبته ودرته على الطريقه القديمه، اولا تديري في الميكرويف. تديري الباكيج اللي وريتكم كلها ديال الشكلاط، وتديري النص ديال الابيض ديال الشكلاط، تتخلطيه تديري مع واحد طريب الزبده اولا شويه ديال هافي كريم. دونك انا تنخليها بحال هكا وتنبقى نخدم بحال هكا بهذه. فيري ايزي يعني دي بومبوم، هذه فيري ايزي. الحلوات ديال لو شوكولا زبيونين تيجيو رائعين، هادو رائعين هائلين. دونك انا عاوتاني سمحوا لي خصك دائما ديري المظهر لديداتك باش يتقبطوا لك مزيان. دونك واخا ديريها وحده صغيره وحده كبيره ماشي مشكله. دونك كما تتشوفوا وتتقديهم يجيو هكا مدورين. دونك انا عندي هنايا شي حاجه بحال هكا، واحد البلاطو يكون عندك ديري فيه هادي باش يهبط ليا داك الشكلاط كله. دونك انا كيفاش نجي وندير هادي ديال الشكلاط. دونك انا بغيت نوريكم شي طريقه بحال هكا، تنجي
كما تشوفوها هو انايا تنخليها مدردره في الشوكولا، ومن بعد تنجي تنهزها يعني تخسكي تغطسيها في الشوكولا. ومن بعد تحطيها بحال هكا، ومن بعد بقاو معايا وهكا تيجيو، ومن بعد تنزينوهم بالقرقع. من بعد منين ينشفوا ونزينوهم بالقرقع. دونك بقاو معايا احبائي الكرام، ومن بعد تديروها بحال هكا تجي تتخليوها تبرد مزيان في الروم تمبراتور، ولا تتحطوها في الفريغو تتبرد مزيان. تتبغي تبرد باش تجمد وتعقد يعقد الشكلاط، ومن بعد زينوها بالقرقع بحال هكا تجيو هائلين هائلين هائلين. تنقدم لكم صحتكم وراحتكم. دو برافيتشو، انجوي. Thank you very much.